بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بس أهلا يا جماعة، أنا اسمي أحمد من مصر، ولدي 9 سنين، وأحب تلاوة القرآن الكريم. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. أحسنت. سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر حاسد، من شر النفس، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله ما شاء الله. سورة المسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. سورة النصر. إذا جاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أحسنت. سورة الكوثر. إنا أعطيناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أحسنت. سورة النصر. إذا جاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك. سورة الفيل. ألم تر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير الأبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. أحسنت. سورة الكوثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معادة. إنا أعطيناك الكوثر، صلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أحسنت بارك الله فيك. سورة الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا بطل. السلام عليكم.